Hello everyone, I am أهلا بكم. أنا فخورة جدا أني أكون معاكم وبطلق قلبي بل أنا اللي على قلبي في الوقت ده في الموسم ده هو أن احنا نكون مستيقظين لصوت الرب والصوت اللي في السماء اللي بيرن في الأرض كلها واللي يسوع بيقوله لينا كلنا. فأنا بصلي أن احنا كجسد وكأشخاص أن احنا نكون مستيقظين ونسمع وأن احنا نجيب على اللي الرب بيقوله لينا. فأنا بصلي ده لنفسي أن احنا نكون مستيقظين لما يقول الروح. يا رب أسأل أنه في الموسم ده أن احنا نكون مستيقظين وصحيين وفي تناغم مع كل اللي بتقوله في العالم كله. يا رب أسأل أن تجد يا رب جسد وناس ومليانة رغبة أنه يسمعوا صوتك وأن يسمعوا يا رب دقات قلبك. يا رب أسأل أنه يكون في استجابة بنعم أن احنا نقول أن كل ولادك في العالم كله يستجيبوا بنعم ويقولوا احنا جاهزين أن احنا نذهب معك ونمتلك الشهوة اللي على قلبك. ده اللي على قلبي وأنا بصلي أن كلنا نفضل بنستقبل الشهوة دي معك.